بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة في أفضل حال يا أجمل ناس في الدنيا كلها. بإذن الله جايبة لكم النهاردة أسرع وأسهل وصفة طبيعية للتخلص من الكرش والتخلص من دهون البطن والتخلص كمان من الترهلات الموجودة في البطن والسليوليت والخطوط الرفيعة، بوصفة سهلة وسريعة مكوناتها بسيطة ومتوفرة في جميع الأسواق. يلا كده نبدأ الطريقة على بركة الله ونسمي بسم الله. أول مكون عندنا هو ورق الغار أو ورق اللورة، هو ده شكله وليه أسماء كتيرة طبعا في دولنا العربية، ممكن تبحثوا عنه تكتبوا في جوجل ورق اللورة، اسم ورق اللورة في الجزائر، اسم ورق اللورة في العراق، وهيطلع لكم الاسم. احنا في مصر بنسميه ورق اللورة وبيتسمى برضو في بعض الدول ورق الغار. هناخد حوالي 7 ورقات من ورق اللورة او ورق الغار، وبيستعمل برضو في الطهي وفي التوابل التتبيلات. هنستعمله النهاردة في التخسيس الجسم وخاصة منطقة البطن. هناخد 7 ورقات، بيسد الشهية وبيقلل من الدهون وبيعلي الحرق بصورة عالية جدا. تاني مكون عندنا هو القرفة، هناخد منها حوالي معلقة صغيرة، والقرفة بتزود الحرق وبتدوب وبتفتت الدهون الزايدة اللي موجودة في منطقة البطن. هناخد معلقة صغيرة من القرفة، بتعلي الحرق بطريقة قوية جدا، يعني بعد ما نشرب المشروب دوت هنحس كده بشوية من الحرارة نتيجة لذوبان الدهون. هنصب كده بقى على المج بتاعنا والكوباية بتاعتنا المية المغلية، مش هنغلي المشروب لان المكونات اللي فيه بتتكسر بالحرارة، انما هننقعه في مية مغلية لمدة 10 دقايق وهنغطيه عشان نحافظ على الزيوت الطيارة اللي موجودة فيه. خلاص بعد 10 دقايق هنصفي المشروب بتاعنا، ممكن نشربه عادي كده، انما يعني في ناس بتفضل انها تصفيه عشان الورق اللورة اللي موجودة فيه والدبال برضو بتاع القرفة. خلاص كده صفيناه وهيبقى جاهز للاستعمال. هنشربه بقى ازاي؟ هنشربه 2 مرات في اليوم على الريق وقبل النوم، هنشربه لمدة 2 أسبوع كاملين. ان شاء الله بعد 2 أسبوع هنلاحظ الكرش بإذن الله اختفى تماما، بس هنستعمل معاه مشروب تاني، وفي نصايح برضو هنقولها علشان نتخلص من الكرش في 2 أسبوع بإذن الله. الوصفة التانية بعد 2 أسبوع على الريق كده هنشرب مية بليمون. الليمون بيسد الشهية، لو بدأنا اليوم بتاعنا بيه نصف كده ليمونة على مية من الحنفية، مش مية دافية لان المية الدافية بتكسر المضادات الأكسدة وبتكسر فيتامين سي اللي موجود في الليمون، فهنشربه على مية فترة عادية من الحنفية، كوباية مية عادية عليها نصف ليمونة. وكمان في فيتامين سي بيزود المناعة، في مضادات أكسدة بتأخر من علامات الشيخوخة وبيسرع من الحرق. الليمون أهم مكون وأقوى مكون بيعلي الحرق في الجسم. على الريق كده أول ما نصحى من النوم كوباية مية عليها نصف ليمونة، هتسد الشهية لبقية اليوم. قبل الغداء بقى بنصف ساعة نشرب مشروب النومي أو مشروب الليمون المجفف، دي ثمر الليمون المجفف هتبقى باللون الأسود، ليمون عادي أو الحامض بتجفف بطريقة معينة وبتبقى بالشكل ده. في كوباية هنصب مية مغلية، المشروب ده في العراق اسمه، في العراق اسمه نومي البصرة. الليمون المجفف دوت بيزود الحرق وبيفتت الدهون اللي موجودة في الجسم. هنكسر لانها طبعا تبقى ناشفة، هنكسرها بأي آلة حادة لنصفين علشان تدوب في المية، وناخد المكونات اللي موجودة فيها والفيتامينات اللي موجودة في ثمرة الليمون المجفف. كمان بتظبط مستوى السكر في الدم وبتظبط برضو مستوى الكوليسترول في الدم، ليها فوائد كتيرة جدا غير انها بتزود الحرق وبتسد الشهية. هننقعها في المية المغلية لمدة 10 دقايق ونغطيها لمدة 10 دقايق برضو، لانها عشان نحافظ على الزيوت الطيارة اللي موجودة فيها. بجد مشروب قوي جدا ومن اهم المشروبات اللي بتخسس الجسم كله وخاصة منطقة البطن.
بعد 10 دقايق هيبقى المشروب جاهز للاستعمال، وهنشربه قبل الغداء بنصف ساعة لمدة أسبوعين. ان شاء الله كده اهو بعد شهر، مع لو وظبنا لمدة أسبوعين على مشروب القرفة وورق اللورة، والأسبوعين التانيين على المية بالليمون ومشروب الليمون المجفف، بجد هنتخلص من الكرش نهائيا، ونتخلص من اي سلوليت وخطوط رفيعة واي دهون متراكمة في منطقة البطن. بس في ملحوظة مهمة لازم ياريت نعملها علينا وعلى المشي، يوميا مش اقل من نصف ساعة، لازم يوميا نمشي نصف ساعة، لان المشي بيدوب الدهون وبيفتتها وكمان بيسد الشهية، ونمشي في يكون الظهر مستقيم واحنا ماشيين. هنبتدي بنصف ساعة ومع التدريج لازم نمشي ساعة كاملة مع الاستعمال المشروبين دولت ومع المشي، بجد هنتخلص من الكرش نهائيا في أسبوعين وبالكتير جدا في شهر. وكمان نقلل بقى من السكريات ومن النشويات، وننام مدة كافية مش أقل من 8 ساعات. دي كانت نهاية فيديو النهاردة، ياريت تشتركوا في القناة وياريت لايك للفيديو، وما تنسونيش من صالح دعائكم، وأسيبكم بقى مع القطة الشهية ديت. أشوف الشكم بخير الفيديو الجاي، بحبكم جدا، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.